يقول السائل: هل يجوز أخذ شيء من شعر الوجه بالنتف أو غيره، أو الأخذ من شعر الخد بحكم أنه ليس من اللحية؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. شعر الوجه إذا كان عاديا فلا يؤخذ منه شيء، لا حاجة إلى أخذه، وإن كان مشوها للوجه إذا كان فيه تشويه أو يؤذي الإنسان فلا بأس أن يزيله، لأنه ليس من اللحية. اللحية ما نبت على العارضين وعلى الذقن، هذه اللحية ما نبت على العارضين وعلى الذقن. وأما شعر الوجه فهذا إن كان عاديا وليس فيه تشويه فلا يأخذه، وإن كان مشوها ويؤذيه فلا بأس أن يزيله. نعم.